نفس العناوين بتفاصيل مختلفة، ده باختصار شكل المشهد السياسي الحالي، نفس اللي بنتابعه يوميا، المظاهرات داخل الجامعات واستمرار أعمال العنف والأعمال الإرهابية، وده بيحصل بالتزامن وإحنا بنستعد وعلى بعد أيام من الاستفتاء على الدستور، أول خطوة من خطوات خارطة المستقبل. موقف الإخوان المسلمين من الكلام ده إيه؟ هل هيقطعوا؟ هل هيفسدوا هذا اليوم؟ هل هيحشدوا بالتصويت بلا على الدستور؟ على أي شيء بيعتمد أو تعتمد جماعة الإخوان المسلمين؟ هل فقدت الشارع المصري؟ كنا من يومين بنتكلم عن آخر استطلاع رأي لمركز بصيرة، واللي كان بيقول أن 70% من الشعب المصري رافض عودة الإخوان المسلمين مرة تانية للحياة السياسية. الوضع اللي احنا عايشينه دلوقتي ازاي نتعامل معاه، ازاي نخرج منه، ايه افق الحل، افاق المستقبل؟ دايما بنلجأ واحنا عندنا عدد كبير من الاسئله وعلامات الاستفهام لقيمه وقامه مهمه وبنعتز بيها كثيرا وبافكاره بالتاكيد، دكتور احمد كمال ابو المجد، الفقيه الدستوري والمفكر الاسلامي المعروف، ضفنا النهارده في الحياه اليوم. برحب بحضرتك معانا يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك دكتور أبو المجد. لو ما خانتنيش الذاكرة، آخر مرة كنت حضرتك موجود معنا في الحياة اليوم كان عندك أمل، وكنت بتطرح مبادرة، ومبادرة للمصالحة مع جماعة الإخوان، وعرضت يعني بعض عناوينها أو تفاصيلها معنا هنا في البرنامج، لكن يعني تم مقابلة هذه المبادرة ب إيه يا دكتور؟ بالرفض العنيف. فقط الرفض؟ والشتيمة. عفوا يا دكتور، لكن حضرتك كنت بتحاول. وسأظل أحاول عشان بس حضرتك كده. شوفي، أنا عايز أكون صريح جدا في هذه الحلقة. أنا ألزمت نفسي في حياتي كلها بأمرين، أن أقول الحق، والأمر الثاني أن أقوله مغلفا بأدب شديد. ليه؟ لأنه إذا قلته في صخب وفي تجاوز، التجاوز يقابله تجاوز، وينقلب الحوار الوطني إلى مشتمة يأثم كل مشارك فيه. فأنا ملزم نفسي إلى هذه اللحظة وإلى أن ألقى الله سبحانه وتعالى بأن الأمرين دول ما أسكتش عن حق، أستطيع أن أؤديه، بس قبل ما أؤديه لازم أعمل له غلاف جميل يجعله عذبا فراتا سائغا للشاربين. طيب يا دكتور أبو المجد، بعد ما تعرضت لي من إساءات نتيجة لهذه المبادرة، والوضع الحالي على ما هو عليه ما فيش أي حاجة تغيرت، هل عندك أمل أن الأزمة دي تنحل؟ هل ممكن يكون في أي نوع من أنواع المبادرات مرة تانية، ولا خلاص يعني أغلق الباب؟ شوفي، عندي يقين قطعي أننا نقترب من الحل، وأن الأطراف التي ركبت رأسها في حماقة شديدة وسوء حساب وتقدير هتراجع موقفها، ودليل على ذلك شيء واحد محدد جدا في فترة زمنية محدودة. أنا إيه اللي عملته ده؟ لم أعد فيه طرف، أنا عمري ما كنت طرف في هذه الخصومات، لكن أستطيع أن أؤدي دور الوسيط، لدرجة أنا ليه مقولة بقول إنه من طلب الوساطة سعى إليها فليعلم أن الكذب على الأطراف فرض عين يدخل به الجنة، لأنه كل واحد له جمهور عايز، بس مش قادر يقول لك اديني حتة أتكلم فيها جمهوري، إذا ما اديتلوش يقول لي افتح الله على طول. اللي حصل إنه الناس لا تعرف تنظيم الإخوان المسلمين. أنا أعرفه منذ كان أكثر زعمائهم لسه شبان صغيرين وفي ابتدائي وثانوي ولابسين بنطلون قصير وكده. كنا في خضم حياة. وأذكر إنه في هذا الوقت الذي كانوا هم فيه بعيدين عرفت عن بعد، لكن معرفة دقيقة، شخصية حسن البنا. وكان لي، لأن أنا نشأت في أسرة دينية، مشكلة دي إني ما بشوفش حاجة دينية أفضل مما عندي في أسرتي. ليه؟ وأنا سني 9 سنين بالتحديد و10، كان الوالد نائب رئيس المحكمة العليا الشرعية، فكان يجتمع عندنا في البيت كبار القضاة، ولا زلت أذكر منهم يعني أسماء كبيرة، من ضمنهم مثلا الشيخ أحمد شاكر المصري المعاصر. ما سمعت عن أحمد شاكر؟ أحمد شاكر المفروض يعرفه أكتر ما يسمع عن هتلر وتشرشل، أكبر محدث في العصر الحديث، محدث يعني عالم حديث، وكان زي طبعه يعني أهوج شوية وكده أهو. فأذكر إن الوالد عليه رحمة الله كان بعد ما يقعدوا ويطلبوا إن أنا أقرأ لهم من كتب الفقه، فتعودت على كتب الفقه أقرأ لهم فيها. إنما فاكر كويس قوي إنه اتخانق معايا مرتين. مرة أنا أياميها
كانت مصر دخلت الحرب ضد يعني مش كانت العلاقات المصريه الانجليزيه الانجليز كانوا بالنسبه لاي وطني مصري المستعمر. فتحمسنا كلنا لهتلر لدرجه ساقول شيء لن يصدقه احد، انه الشيخ ابو زهره استاذ الشريعه الاسلاميه على سلم كليه الحقوق مره قال يعيش هتلر يعيش بولجانين، تمردا على النفوذ الانجليزي. وكنا واحنا في المدرسه الثانويه بعد ذلك حاطين كده يعني رابطين دراعنا الشمال بشريطه خضراء عريضه كده مكتوب عليها الجلاء بالدماء، وكان مدرس الانجليزي بتاعنا اسمه مستر ستوكس كان يزعل قوي من الحكايه ويتخانق معانا واحنا مصممين كده. لكن سجلت انا لنفسي في هذه. اما المناسبه الثانيه ان الوالد جابني عشان اقرا فقه الموضوع مطروح بينهم، انا متاثر بمحطه برلين العربيه كان فيها ليه القران واحد بس اسمه أحمد سليمان السعدني، والمذيع واحد برضه فلسطيني اسمه يونس بحري. فأنا وأنا ما بعرفش ألماني أقوم أفتح المحطة دي وأقعد ساعات قدامها أسمع القرآن بتاع أحمد سليمان السعدني ويونس بحري. من غرائب الأمور من أسبوعين أنا فتح الراديو سمعت صوت قلت الله 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 ده صوت أحمد سليمان السعدني، وفوجئت إن المحطة لقيت له شريط أحمد سليمان فايبة. ارتد الي كل الشعور اللي كنت اشعر به. اما الغلطه ان الوالد انا من انهماكي ان اقلد تول غلطت في النحو، فمش يسيبني بقى الوالد، لا اعتبر ان الغلط في النحو جريمه. فقال لي على طول كده والناس قاعده هي 15 واحد هندز يا بني ادم مش عارف المبتدا والخبر، طب اعرب وسمعهم قول انا جاهل انا مغفل. فانا عيطت طبعا، واما خرج قلت له يعني بابا لازم تهزقني كده قدام الناس، قال لي لا ما هو غلط دي غلطه لا تعتبر. الناس دول اللي موجودين اشكال والوان، انما كان يجمعهم الود في ساحه العلم. طيب لما ترجع لحضرتك ذكريات الماضي كده والاخوان اللي عرفتهم قديما، ايه الفارق بقى ما بين زمان وما بين دلوقتي من حيث فكر ومسلك جماعه الاخوان؟ اما الفكر فلم يتقدم بل تاخر. انا اقول انا عارف كويس قوي 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 انا بقول ايه. تقدم ايه؟ هو ربنا سبحانه وتعالى بعت الرسل ليه؟ لمصلحة الناس. فإحنا لازم نفسر رسالة الأنبياء فيما جاء من أجله الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم الوحي الذي نزل عليه فيه آيات كثيرة جدا بتقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا دينه ولا تتفرقوا فيه. نعم. احنا جعلنا الدين اساس تفرقه. وانا بعترض بشده وبيجي لي حساسيه في الجلد لما اسمع واحد يقول لك نشط سياسي، يعني ايه نشط سياسي؟ يعني خارطه الطريق، يعني ايه خارطه الطريق؟ الله، هو اي كلام؟ فعلا هو اي كلام، لانه لم يعقبه عمل نافع على الاطلاق. النبي ذكر قبله بما لم يذكر به، هقول لحضرتك احصائيه صغيره جدا ولعلي قلتها في مناسبه سابقه. محمد صلى الله عليه وسلم ذكر في القرآن 5 مرات فقط. لحظة هو قعد 23 سنة. فذكر 5 مرات، مرة 4 مرات باسم محمد ومرة باسم أحمد، ومبشرا على لسان عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد بس. سيدنا عيسى ذكر 27 مرة. لحظة دي الديانة السابعة على محمد صلى الله عليه وسلم على طول. يعني اسمه العهد البائد بالنسبة له. إنما لا، كان راح يعرض نفسه على القبائل في الطائف قبيلة ثقيف، فضربوه وأذوه وسال دمه وطلع بره، لكن برضه كان فيهم شوية شهامة، فبعتوا له غلام صغير يعني تين ايجر كده اسمه عداس مسيحي، قالوا له الراجل اللي حر دم بره ده اديله العنقود ده. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج ودمه يسيل، فتولي غسل العنقود العنب ومسحه كده في ايه؟ في جلبابه وقال باسمك اللهم. فالغلام قال له باسمك اللهم؟ هذا لم يكن في قومي الدعاء ده، انا اول مره اسمعه باسمك اللهم. فقال له فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له انت من اي القرى؟ قال له من نينوى. اول حاجه قال له قريه الرجل الصالح يونس بن متى؟ قال له اتعرفه؟ قال لا كيف لا اعرفه؟ هذا اخي هو نبي وانا نبي. يعني شوف بقى ذاكره الرسول فيها انه مش حاجه جديده، ده هو في اثار دول وفي ايات اخرى في القران في وصف عيسى وقفينا على اثرهم قال بعيسى ابن مريم، ما توقفش عند هذا، قال و
وآتيناه الإنجيل. طب ده أنت عندك القرآن بتاعك بتتباهى وتقول آتيناه الإنجيل، مش كده بس، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. عمرك شفت واحد يوصف عهد البائد بكده ويتكلم عن كتابه الذي هو الإنجيل ويقول وجعلنا في الذين اتبعوه رأفة ورحمة؟ طيب إذن دول كلهم تفسير شيء واحد بقى، يعني اللي كان بيتوقع أو بيأمل أن جماعة الإخوان بيتحدثوا باسم الدين وأن المبادئ وخلق الإسلام لازم يكون حاضر في تصرفاتهم، ليه التصرفات اللي موجودة دلوقتي؟ ليه تكفير البعض؟ ليه حتى تشويه الآخر؟ كل هذا إحنا عندنا قاعدة، الشريعة حاكمة لا محكومة. نعم. فإذن إحنا الترم أوف ريفرنس، الإطار المرجعي بتاعنا مش أقوال الرجال، أيوه، إنما هو وحي النبي الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين لما الاقيه بيقول لي عن سيدنا عيسى تمجيدا له انه اتيناه الانجيل وبيتكلم عن اتباعه وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمه، ده الاسلام. اما الاقي انا النهارده ناس واقفين فوق صوت اولا مكشرين والتكشير يدخل اصحاب النار، يعني اذا جاز لي ان اجازف وازود حذف، لانه الله ده القتل ده مش معقول. امال الاسماء الله الحسنى فيها اثنين، الصفة الوحيدة اللي فيها وصفين، الرحمن الرحيم، وفيها ورحمتي وسعت كل شيء، كل شيء، الراحمون يرحمهم الرحمن. الله، يعني كل ده راح فين؟ إذن نحن لا نعرف الحق بالرجال، نعرف الرجال بالحق ونحاسبهم عليه، حسابهم عسير، بدلوا وغيروا وكرهوا الناس في الدين كله، في كل الدين. النهاردة أنا لا آمن على نفسي ولا حضرتك إن نكون في سويسرا ولا نكون في حتة تانية يطلع واحد بيسمع عن المسلمين دول كلهم متطرفين وقتلة وإرهابيين يضربنا سكينة ويقتص مننا وهو يظن أنه إحنا مسؤولين بقى، لأننا عكسنا صورة تكره الناس في عشتها، تكره الناس في عشتها. ألا ده النبي جاب واحد مرتكب جريمة الزنا في أيامه ومجاهر بيها وبيقيم عليه الحد، فالرسول دعا له فقالوا له تدعو له إزاي؟ قال لهم أدعو له لقد تاب توبة لو وزعت على 70 من اهل المدينه لوسعتهم. طيب بس هم فين ده الاسلام بقى؟ هم لا عايزين يتوبوا ولا عايزين يعترفوا بخطئهم، وبالتالي يبقى في مجال للحديث او حتى للمصالحه مع الشعب. بس مش انا هقول لحضرتك احنا نفسنا مصير الى درجه مرضيه. مرضيه مصير. اي تحتاج الى لجنه طبيه، لا الى فقهاء ولا الى لجنه طبيه تكتشف في خلل في العقل. لانه مين قال اني انا ادعو في الصباح وعايز الناس تستجيب لي في نفس الليل؟ مش في الدنيا كده، هيقوحوا ويكبروا انا بفتح له سكه. احنا بقالنا شهور، شهور تساوي خمس دقائق في تاريخ الشعوب، بس مش شهور معديه عادي، ده معديه بعنف ودم وقتل وارهاب ووضع. انا هطلب من حضرتك طلب شخصي وموضوعي. اتفضل يا دكتور. خدي الاربع اسابيع الجايه ستجدي لخلخه في العنف. الاربع اسابيع الجايه؟ ايوه، وهتلاقي ان ما انا عندي السجل. أنا كل الذي دعوت إليه كان إنه يا ناس اسمعوا بعض، لأنه أنا مش عبيط، أنا مش طرف. معلش بس أنا عايز بس أأكد على الكلام ده. حضرتك بتقول لي في خلال الأربع أسابيع الجايين، يعني الأمر يقدر بالأسابيع وليس بالشهور. ليه؟ يأسا وإدراكا وانشقاقا، لأن الشباب مش عاجبه الكلام ده. إنما الأنظمة دي عسكرية، الكاك يغلب. هل ده ليه علاقة برضو الدستور والاستفتاء عليه؟ هو ضايقهم فكره الاستفتاء على الدستور. انا راجل قانون دستوري بشتغل بيه يعني قبل ما دول كلهم يفتحوا. طب لكن عيب ان انا اطلع اقول لا انا عارف انتوا مش عارفين. انا كل اللي عملته بعت المرسي ولما كان رئيس ملاحظات ناقده نقدا شديدا. وهنشرها في المذكرات اللي بحضرها دلوقتي، لان قايل له كده انت مشكلتك انك انت بتسمع ناس ما يستحقوش ان تستمع اليه. تقرب الى الله بعصيانهم. طب وايه رايك في مشروع الدستور بقى الحالي؟ جيد. مش هناقشه في تفاصيله. انما على الجمله كده خطوه الى الامام، فيه اهتمام اكثر بالحقوق والحريات العامه، فيه ضمانات ضد تعذيب المتهمين. لاحظي النهارده اذا عذبت متهما فقد ارتكبت جريمه الشروع في عذاب ال 85 مليون. هيقول لك يا عم خليني ماشي في الحيطه، ده هياخدوني ومش هعرف ادافع عن نفسي وهيلفقوا الكلام وانا عاجز وهروح في الهوا.
وكم من واحد قالوا لي خليك بعيد عننا، احنا هنمشي جنب الحيطه. هتيجي تقول لي لا مش هنعمل بقى، احنا عارفين بلدنا المظلوم بيضيع فيها. وانا فعلا اشتغلت في حقوق الانسان ورأيت امثله صارخه لانتهاكات حقوق الانسان لا استطيع ان اتكتم عليها ولو قتلت هذه اللحظه. لكن ربنا قال ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. بشكل عام دكتور احمد كبان ابو المجد شايف الدستور في مجمله طبعا جيد. طبعا وفي لقطات جيده جدا تتعلق بحريه التعبير وبعقاب من يعذب. يعني دي اشياء عمليه يعرفها اللي عاش في جو المظالم. لا الدستور جيد. اذا تدعو الناس للتصويت عليه بنعم؟ نعم سيدتي. مش بس لانه جيد في ذاته، عشان نخلص من الهم ده. هو كل اسبوعين دستور، دي بقت نكته. عيب عيب عيب. يعني انا ولذلك انا ليس سرا انا بشوف حد يعني اتبسط منه قوي بعت له جواب، ايا كان هو يكرهني او ما يكرهنيش. انا بعت جواب لعمرو موسى وبعت جواب لجهات اخرى، حتى الجريد شروق بتاع النهارده قرات فيها مقالتين من احسن ما قرات. كنت بعت للسيد عمرو موسى جواب في ايه يا دكتور؟ في اني انا تابعت بشيء من العناية مجريات الأمور في لجنة الخمسين وأرى أنها أنجزت في وقت قياسي أمرا جيد جدا، وأن هذا الدستور أنا لي تحفظات على 10% منه لن أتكلم عنها، لأننا نريد أن نصل إلى بر الأمان. في ناس اللي بيصدق عليهم التعبير القرآني قلبوا لك الأمور، يعني تقول له يمين يقول لك شمال. لو تقول له مثلا نعمل الاجتماع يوم الاثنين يقول لك لا يوم الجمعة. تجي له بعد يوم خلاص يا سيدي هنعمله يوم الجمعه، لا انا غيرت رايي نعمله يوم الخميس. هو عايش على المخالفه. لا دي اثار هزيمه نفسيه فعلا تحتاج الى لجنه طبيه. انا ما فهمش ابدا تحت اي ظرف ان واحد انسان يرمي انسان من فوق. هل بلغك انه في حاله من الحالات انا رحنا سمعنا ان في انتهاكات حقوق الانسان في طره، فبعتنا لجنه. واللجنه دي كان فيها لحسن الحظ اثنين من الموجودين في لجنة الخمسين، أسامة الغزالي حرب وهدى الصدى، وكتبوا تقرير من أروع ما يمكن. راحوا وزاروا طابة، كان في طابة، وسجلوا انتهاكات، وكان الأمن أياميها متوحش ولابسين إكمامات ومخبيين وشهم، وراحوا للناس في الفجر وقبضوا على ناس. فأنا فوجئت وأنا ما كنتش معاهم، فوجئت بالمحافظ الحقيقة مش فاكر اسمه الآن، زعلان جدا. قال لي إزاي ده، أنا دعيهم الغدا والناس عرفت كلها وقالوا لا مش جايين. فكلمتهم بالتليفون ايه مش جايين لي؟ قالوا لا في انتهاكات حقوق الانسان احنا دونناها كلها وبنقول اهو بالفم المليان اذا لم يعدل عن هذه السياسه توقعوا كوارث اخرى في مناطق اخرى من مصر. وقد حدث بعدها بفتره ليست طويله، حصل في شرم الشيخ. الخوف بيعدي والنفاق بيعدي والصواب لا يندم صاحبه ابدا. طيب بالنسبة للمشروع الدستور وموقف جماعة الإخوان منه، رجوعا برضو لاستخدام سلاح الدين وإنهم يقولوا على الدستور ده إنه دستور علماني وإنه ضد الدين وإنه يعني حياة الله يوفروا الكلام ده. ليه بقى؟ قولي لي واحد عرف العلمانية مظبوط، قولي لي واحد نسي لسبب غير مفهوم أن الإسلام لا يقيم حكومة دينية. شوفي حضرتك القراءة أهم من كل شعب الإيمان، لأن والله أنا ما أعرفش فهقول أي كلام وتلاقي الجمل تبتدي إيه ده بيقولوا لك ده تلاقيهم ده 90% فيش 90% في الدنيا في أي أستغفر الله أستغفر الله 100 مرة. ده عدد الملحدين زايد اليومين دول، ففي ناس لا يؤمنوا بالله ويجهروا به. أنا شغلتي أن أدعو إلى كل مسلم وكل مؤمن وكل إنسان محترم يدعو إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة. طيب بمعرفة حضرتك وفهمك لجماعة الإخوان تتوقع منهم إيه من النهاردة وصولا ليوم الاستفتاء على الدستور؟ يحشدوا يقطعوا يشاركوا يعملوا إيه؟ الواحد لما يقرأ الخريطة يرى خريطة حديثة. أيوه قراءة علمية مش قراءة عشوائية. إحنا بنقرأ الخرائط كده يا عم ده تلاقيهم ده بيقولوا دولة كلب، ألفاظ لا يقولها عاقل ولا نصف عاقل ولا عشر عاقل. فنستحمل الشتيمة. أنا قيل عني كلام طريف جدا ان من ضمنه ان انا عملت اجتماع في لاهور. فانا طلبت حد من العسكريين المحترمين جدا. قلت له يعني انا اولا انا كنت مريض وبتعافى
من القلب يعني مش هزار. بس برضو لازم اقول لجالي الازمة القلبية بسبب ايه؟ بسبب ايه؟ كلمني واحد صديق من سني تقريبا وقال لي انا ابن اختي او ابن اخويا عايز يجي يتكلم معاك شوية. قلت له لا انا مخنوق الايام دي ومزاجي مش رايق، خليه يجي بس ما تطولش بقى. جاء وقعد معايا يتكلم عن نفسه وينتقدني ومن على شاكلتي نقد غير مهذب. قلت له اسمع، انت مش جاي تسمعني؟ طب انت ما سمعتنيش. طب يا اخي اسمعني الاول واشتمني بعد كده، انما كده على طول. المهم جلسه بلا ثمره، قمت وصلته الى الباب، الباب زي من هنا والكاميرا دي كده. رجعت والله شوفي لقيت وجع عندي من هنا لهنا. كلمت ابني وهو طبيب قلب، قال لي لا كده. قلت له اسمع انا يعني عندي شويه احباط كده وضيق، انا طالع الساحل الشمالي. فرحت هناك لقيت نفسي لسه تعبان، فكلمته جالي فورا فورا دي يعني ايه 4 ساعات، وقال لي انا كسرت الجيشين اشاره. وكان دكتور ساعدوه يعني فوتوه، وجالي قال لي لا هروح تاني بيك المستشفى. ولحسن حظي سبحان الله ان طبيب القلب بتاع المستشفى كان موجود، وقال لما يوجد لقيته هو جاي لي بعربيه ياخدني. فرحت وعمل لي رسم قلب تاني، كان جاي ابني بس قال لي لا ايه بابا ده انت عندك شريان رئيسي مسدود 90%، وانا لسه من شهرين كان كويس، فايه الحكايه؟ قلت له اهو ده القهوه. قال لي لا ننزل مصر فورا. الف سلامه على حضرتك يا دكتور. ونزلت مصر. يديك الصحه يا رب. اللي ما يعرفوش ابني بقى انه انا نزلت من البيت بعد 24 ساعه. كان المفروض ما انزلش، لكن ربنا ستر. واصل بقى الاسطره اللي بيعملوها دي ورسم القلب ده اسطره بيعملوها مصحصح، فانا سامعه بيشخط وبينطر وبتاع. قال لي لا اصل مع دكتور اجنبي موجود المفروض انه من اعلام الطب. قال لي لا اصل الراجل ده فيه خطر بياخد ريسك. ما هو يا دكتور ربنا اكرمنا يعني وعدينا. حضرتك انا عارفه إيه، انت مريت بظروف يعني واوجاع نتيجه لاوجاع البلد، وان مفيش حد عايز يسمع ولا قابل الاختلاف وحاله الاستقطاب اللي احنا موجودين فيها. انت حضرتك لسه بتتكلم مع حد من الاخوان لغايه دلوقتي؟ اخر من تحدثت معاهم هو محمد علي بش وعمر دراك. وللامانه ده وقت المبادره. بعد كده لما اتكلم في احد واذا سئلت اقول هذه المبادره مش ملغاه، مجمده، لاني كاني ارى الشريط. هم يقدموا الان تنازلات 10 اضعاف اللي انا كنت طالبه منهم. اذا هم طب ليه؟ بس لما تيجي تسمعهم يقولوا اللي بيقدم تنازلات ده لا يمثلنا واحنا مستمرين على موقفنا وعلى مطالبنا. اذا اقبلوا الانشقاق. هيحصل انشقاق قريب جدا. لان في جيل من الشباب مش راضي عن كده. ولانه مش كده، لان التهمه النهارده اصبحت لصيقه بكل ما هو اسلامي. الان يخشى ان يتحول الناس عن الاسلام نتيجه هذا لما يلاقوا عليهم ضغوط. انا طالب شبه رسمي مش رسمي قوي، عايز اعرف السيدات اللي فكوا الحجاب قد ايه كده نسبتهم. انا مش من انصار هذا الحجاب ومش من انصار التشدد لانه منهي عنه. النبي لم يكن هكذا، كان وصفته السيده عائشه، حد يعرفه اكتر منها؟ قالوا لها حابب يعرفوا عنه حاجه، قالت لهم كان هينا لينا بساما، يعني دايما مش مكشر. يعني انا رايي المكشر هيدخل النار. طيب حضرتك لما قعدت مع دكتور بش ودكتور دراج عقلاء قالوا لحضرتك ايه؟ وبعدين حضرتك بتقولي لا دلوقتي هم بيقدموا تنازلات اكتر من اللي ايوه باليقين مطروح. باليقين باليقين، وهذا معلن ومنشور في الصحف. انما زي كل حركه فيها وفيها فيها العاقل فيها المبتسم وفيها المكشر اللي يكره الناس في انها ولدت اصلا. طب هو مين اللي بايده القرار في جماعه الاخوان دلوقتي؟ دايما بص حضرتك في اي تنظيم اللي ماسك الجزء الانضباطي يبقى له اليد العليا وبيقول الناس التانيين دول بتوع كلام. اكاد شوفي اكاد عشان ابقى دقيق وامين كاني اسمع حوارا. هيجي الواحد زي مرسي يقول له ايه؟ انت افتكرت نفسك رئيس دوله بجد؟ ده احنا اللي حاطينك. في حاجات يسميها انهيرنت يعني ملاصقه لهذا التكوين. ما حصلتش النهارده هتحصل بكره. اللي مش واخدين بالهم منه انه الانشقاق قريب. انا لا ادعو لي، انا اعرف انه آت لانه انت تلزم الناس ان يعيشوا حياه غير طبيعيه.
ضد الحياة التي أمر بها النبي وضد السلوك اللي جاء بها النبي، نصدق محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام؟ أنا سألني مرة وزير العدل، وزير الداخلية السابق حبيب العدلي، قال لي رأيك إيه في المراجعات؟ ما كانش عندي الكتب بتاعتهم، لكن ما زرت ترى بسبب لا أدري، أنا رايح أزور واحد بناء على طلب دولة أخرى، فبصيت لقيته ماشي ورايا الجماعة بتوع تنظيم الجماعة الإسلامية أو الجهاد مش فاكر مين، حوالي 12 واحد بليحة طويلة، فأنا واخد عليهم، بقيت أضرب ده على ظهره وشد ده من دقنه في سخرية، فتبسموا وأنا قبل ما أمشي ادوني كل الكتب بتاعتهم اللي فيها المراجعات، جيدة جدا وصادقة جدا وأمينة جدا وتبشر. ومنهم واحد بيكتب باستمرار وأنا مستمر بيكتب الشروق أحيانا أو في المصري اليوم مش فاكر، مستنير تماما. هم اللي رجعوا للعنف طبعا في البعض، لا دي ما هو لازم تعرفي ده مش تنظيم واحد. أي مفهوم. وإنما الانشقاق الصحي الانشقاق قادر وفي بوادر، يعني شباب الإخوان في منهم انشق عن الجامعة. لكن طبعًا أرجع لدكتور دراج ودكتور باشو، حضرتك بتقول إنهم كانوا من العقلاء واستمعوا جيدا لهذه غير ممكنين المبادرة. غير ممكنين ده لازم، ده كويس إنهم سابوهم يعني. طب الباقيين رفضوا ليه؟ عندهم أمل وهمي إنه هيعملوا هيصة مجتمعية فيرجع الدكتور مرسي. دي مش عايزة طفل صغير عشان يعرف أن هذا مستحيل. بس هل هم يعني مش شايفين أن قوتهم ما بقتش موجودة في الشارع؟ الشارع ما بقاش موجود معاهم، المظاهرات بقت محدودة، يعني الأهالي بتطلع تتعامل معاهم. شوفي حضرتك هذا التطور مرصود ومتكرر. يبدأ بالإنكار أو أوحش حاجة في حياة الإنسان أنه ما يكونش موضوعي مع نفسه، فيتبنى الشيء يراه وهو غير موجود، والشيء اللي يحبه يراه وهو مش موجود. تيجي بقى لحظة الحقيقة لما القوى الأخرى تقوى، ولما يكتشف أنه كلامه مش ماشي فيبتدي ينسحب من الساحة، يدفع دفعا إلى ترك موقعه للعقلاء. طيب بس احنا دلوقتي برضو قدام اخبار بتتكلم عن استعدادات وحشد وثورة طلابية و25 يناير اللي جاي وهنعمل وهنسوي، ف حضرتك تتوقع ان بالفعل هم مستمرين في النهج ده ولا مع الاستفتاء على الدستور الموقف هيبقى؟ يعني هقول لك حاجه، في تقييم المواقف لازم يتعمل رسم بياني، هل الظاهره بتزيد ولا بتقل؟ هل الشعبيه لها عند الراي العام كله بتزيد ولا بتقل ولا ستيبل؟ لا بتقل بتقل بتقل, بتقل. انا مثلا في اصل لازم احكي مع مؤشرات، ابتديت انا اشوف في مناسبات عامه ناس كانوا منكمشين في القضية دي كلها لقيتهم ظهروا، فسعدت سعادة كبيرة جدا. لا ده يعني زي مين؟ لا مش مين المنكمش؟ لا يعني توجهه ايه المنكمش ده؟ لا كان من النظام القديم. لكن انا عارف كويس قوي 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 النظام القديم، ولا انكر اني كنت بشكل ما قريب من حسني مبارك، لكن براجع انا ملفاتي لقيت عندي حوالي 12 بحث، ولقيت عندي حوالي 15 رسالة بالغة الصراحة، إما لسوزان مبارك وإما حسني مبارك. بس معلش ليسوا شرا خالصا. إحنا إمتى هنطلع من التصنيف ده، النظام السابق والنظام الأسبق؟ لا لأن الحياة لها امتداد، لأن إحنا النهاردة بنجني ثمرات مرة لأخطاء جسيمة والسياسات غير صحيحة. أنا مش أسلوبي المواجهة، لكن مش لدرجة أني أسكت، فلقيت أن أنا كل المسائل دي أنا كاتب فيها وأتمنى الناس تقراها، وخلال أسابيع بقى بتتنشر. ولقيت إن منها ما ينشر آخر رسالة بعتها للرئيس ولزوجتي السيدة سوزان مبارك. وأنا أشهد إنه كان في عيوب، الجمود ثم دخول الطموح المبالغ فيه، فكانت النتيجة إن ما تقدمناش، لكن ما اقدرش اقول انها كانت كلها سوداء. لا اكذب. طيب الناس دلوقتي عندها امل ان احنا ننطلق لمستقبل مختلف. أيوة. بعد 14 و15 يناير وبعد التصويت على الدستور الموافقه بنعم. لكن في تخوفات اللي ممكن يعملوا الاخوان، وفي استعدادات من الداخليه ومن القوات المسلحه وما الى اخره.
الإخوان ممكن يعملوا إيه؟ ممكن يبقى في عنف في الشارع ولا مقاطعة للاستفتاء على الدستور ولا زي ما كان مثلا بيقول لا ده كائن انتخابي كل ده وارد. ما يسيبوا انتخابات تنقليني من مقام التحليل إلى مقام الاقتراح. أيوه شوفي في ظاهرتين ليقوا إيد الدولة ضعيفة أكتر من اللازم. هو في حاجة اسمها إني أنا أما بمر أنا بمر 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 بعمل تفتيش على بلدنا فألاقي في حتة في أحياء كثيرة جدا القهاوي فاضية فيها مثلا خمسة بس المشغول. طب الأربع خمس فين؟ استولوا على الشارع. يوم واحد يمر على هذا بغير عقوبة رادعة وفورية وجريئة هو دعوة صامتة لمزيد من إسقاط هيبة الدولة. المطلوب في مثل هذه الأحوال شوفي بالصدفة أنا قاعد أقلب أنا غير راضي عن الألم المصري خالص 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 ليه؟ لكن أرجع أقول لك ليه؟ لأنه مغلوب على أمره وعامل حسابه أنه أمشي جنب الحيطة أحسن. ليه؟ لأنه في نذر أن اللي هيقول رأيه مش هيسلم. فهو يقول لك الله ده أنا عندي ثلاث بنات وولدين ومش لاقي أوكلهم عايزني أطلع وأعمل مظاهرات أنا مش طالع مظاهرات يا عم. اتصل بي شخص ما حدش يعرفه قال لي أنا بنبهك فلان الفلاني ضاغط به الحياة ويفكر يقتل مراته وأولاده كلهم. قلت له طب أنا أعمل له إيه؟ قول له كذا وكذا وكذا أنا مش همشي أقول له ياس ما تعملش كذا وما تعملش كذا. لكن أنا لما ألاقي الشارع صاحب القهوة مالوش الله أنت عندك القهوة فاضية جوه في أمان الله تطلع تستل الشارع إزاي والدولة تسكت عنك. عشان كده البعض بيطالب يقول لك لازم يكون في انتخابات رئاسية أولا. أيهما أفضل للاستقرار وصلاح البلد؟ ما تفرقش كثير معايا. المهم إنهاء هذه الفترة اللي باب المجهول فيها مفتوح على مصراعيه واللي الدولة باينة مش قوية. أنا بقول لحضرتك في الأسبوع اللي كان فيه المشاكل دي كلها بدور أنا على المحطات الأجنبية فلقيت محطة أجنبية جاية ما أعرفش كانت سي إن إن ولا إيه في نيويورك كان في وقفات احتجاجية أصحابها ما خدوش ترخيص فعارفين إنهم غلطانين. فجي البوليس بحدة وشدة اتنين واحد يمسك رجلين فلان والتاني يمسك ايديه وفلفص يجي واحد تالت ياخد ايديه ويربطها في جسمه ويحدف على البوكس محدش يتكلم. القانون بياخذ مجراه. انت مش في دولة بتنفذ القانون. طب واللي اتكلم عندنا هنا في مصر وقالوا لا احنا مش محتاجين قانون للتظاهر دلوقتي وده سلب المكتسبات 25 يناير ولما نحقق مكتسبات الثورة واهدافها نبقى ننظم الحق. لا انا مختلف مع هذا. لانه ايه انت ليه انت دلوقتي تملك انك تضبط الامور. لو استمر هدا الناس هتصدق انه مفيش قانون وكل واحد هيعمل اللي عايزه وكلنا هنبقى في غياب الامن. الدولة دي مش فانتازية. الدولة دي مهمة رئيسية لضبط المجتمع ولازم يبان انها اقوى من اي قوه تانية في الساحه. حضرتك مؤيد لقانون التظاهر وبتدعو كمان انه يتم تطبيقه بشكل بحده وبشده. واضح منها نحن الدوله لا نقبل هذا لانه يضر بالكل لانه هيبقى بناتنا وابنائنا واحنا هنخاف ننزل الشارع بقى. هيبقى دوله البلطجيه فتحنا دعونا الى اقامه عصر دوله البلطجيه. طب ايه رايك حضرتك في مظاهرات الطلبه؟ طلبة الإخوان وطالبات الإخوان حصل فيها تجاوز وسلاح استخدامهم ده ليه؟ ده نتيجة البرين واشنج غسل الأدمغة وتصوير الأمور على غير حقيقتها وتصوير اللي بيعملوه لأنه شهادة. لا هل ده إفلاس من جماعة الإخوان؟ هل ده السلاح الأخير في إيديهم؟ أظن إنه السلاح الأخير في يد مجموعة منهم. لكن لا في شباب إحنا حضرنا جلسات في أماكن متعددة في أول الثورة وكانوا بيبقوا قاعدين ده شيوعي واللي جنبه من الإخوان المسلمين والثالث من تنظيم آخر وكانوا كلهم ولسه منهم ناس بيكتبوا لصمده بيكتبوا في الصحف. طب ليه 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 ما نستمرش في هذا؟ القانون يحمي هذا. انما اذا الدوله ضعفت حتى دول مش هيقدروا يطلعوا. هيخافوا يتضربوا ويتقتلوا. فاذا التهاون في المرحله دي دعوه مفتوحه لمزيد من الانفلات. واحنا عايزين قدر من الانضباط لان الازمه الاقتصاديه اللي قدامنا اكبر مما يعرف كثير من الناس. طيب النهارده الامن الاداري مثلا في جامعه القاهره اتضرب. وتصابوا اصابات يعني بالغه فكده يقول لك لا الامن الاداري ما يقدرش يتعامل مع المظاهرات دي غير مؤهل ليها ضروره عوده الحرس الجماعي. حضرتك مع ده ولا ضده؟ انا مع الانضباط في داخل الجامعه. اللي ما يقدرش عليه يبقى فيه اللي يقدر عليه. والوقت مهم جدا. تمام. لانه اذا شاع عند الناس ان البلطجيه يحكموا البلد افرح يا قانون بقى توليت بتاخر الوقت.
فالمبادرة إلى أن يد الدولة تقوى، وإن في الوقت نفسه أصل ليه إحنا يا كده يا كده، ده أنا ممكن أبقى بعمل مفاوضات في الوقت نفسه بمسك ناس، لأن أنا بعمل مفاوضات مع ناس بيتكلموا. يعني هنا بنتكلم على الحل الأمني مع الحل السياسي. أيوة. شكل الحل السياسي ده إيه وإنت عندك طرف غير راغب وبيصعد؟ ألزمه بالقانون، لما يد الدولة تبقى قوية هتردد 20 مرة، يوم ما أمسك أنا 500 واحد وحطه في السجن وما يفرقش عنه لأنه ارتكب جرائم منصوص عليها في القانون سيرتدع الجميع. الإنسان يخاف ويأمن، فإذا إحنا ادينا له الحبل على الغارب افعل ما شئت يبقى عبيط لو استعملش هذه السلطة، وهو قرأ في وجه الحكام إن في ضعف فبيستغله، خليه بقى يشوف إن في قوة بس مش قوة مستبدة، قوة بالقانون، لأن أنا بقول راضي عن الدستور في ضمانات كويسة وكثيرة. خليني بقى مع النقطة دي والدستور يا دكتور أبو المجد. لما سألت حضرتك انتخابات برلمانية ولا رئاسية قلت الاثنين زي بعض ما يفرقوش عندي، لكن البعض خايف أنه لو خلينا الانتخابات الرئاسية أولا يطعن عليها بعدم الدستورية. من قراءة حضرتك بقى للمشروع الدستور ما بقولك في مواد تتعارض مع ده اللي هي شروط الترشح للمرشح الرئاسي، سيكون طول الوقت موجود، يعمل طعن ويروح الطعن في المحكمة. خلاص يعني ما فيش طريق مسدود ابدا ابدا. انما في طريق محكوم بالقانون. في حاجات من ناحيه الفن والصناعه القانونيه حاجات يناسبها الدستور وحاجات يناسبها القانون العادي. ليه؟ لان مش كل شويه هعدل الدستور، فانا بحط في الدستور امبريلا تشمل بدائل كتيره. انا بقى كمشرع كمجلس نواب بنقي طبعا مش بالاهواء، بقراءه الساعه. فانت في انما انا ما احطش كل حاجه في الدستور ابدا. في الدستور الامريكي ما تغيرش، يعني ما فيش حاجه تتعارض في الدستور مع لو الانتخابات الرئاسيه او ما اظنش لا اظن ذلك ابدا. وانا رايي التعديل يعني هو بيقول يا دكتور برضو عشان الساده المشاهدين يكونوا معانا، انه من شروط الترشح لرئاسه الجمهوريه انك تاخد يا اما توقيع او موافقه 25,000 مواطن او موافقه 20 نائب. طبعا لو احنا عملنا الانتخابات الرئاسيه اولا مش هيكون عندنا برلمان عشان ناخد الموافقات دي او تاييد النواب. ما فيش مشكله ما يطعنش بعدم الدستوريه؟ لا لا، المساله دي ما دام الدستور ترك الامر مفتوحا يبقى المشرع انتقلت اليه مسؤوليه القرار، اختار بين بدائل كلها متاحه. وبعدين كمان في ضمان اضافي، انت عندك عشان تحكمي بان القانون ده مخالف للدستور بتمرري بمحكمه. تمام. المحكمه هتقول كلمه فصل ان لا ده يمشي وده يمشي، لان المحكمه برضه جزء من النظام مش غريب عليه. فالتعجيل بالاستقرار الأمني الذي يفضي إلى الرخاء الاقتصادي النسبي التدريجي فرض عين، ده اسم هذه المرحلة. اللي أخر هذا يبقى بيجازف بالمستقبل كله. طيب بالنسبة للتعجيل والناس كمان يمكن عايزة شخص يتم التوافق عليه، يكونوا متفقين ولا خلاف. وطرح اسم الفريق السياسي بشكل كبير، شايف حضرتك إنه هو الحل هو دايماً المرحلة اللي جاية ولا هيحصل؟ شوفي هقول لك حاجة، خلينا نعمل حصر البروز والكونز، المرشحات والموانع المتصورة. هو أداء الفريق السيسي حتى الآن أداء جيد، جامع بين أمرين، بين القرار الحازم وبين التفاؤلية والاحترام للناس وعدم القسوة. تمام. لكن يبقى جزئية، انت قاعد تقول حكم مدني منتخب، هيبقى في اول تجربه تتنازل عن هذا. صحيح من ناحيه الشخصيه صلاحيته ويحب ويطمئن اليه، لكن طب فين راح فكره ان المجتمع مدني؟ هذه نقطه. في المدنيين مش كل الناس تصلح، لازم اولا يبقى شخص قوي ويبقى عنده برنامج ويبقى عنده تواصل مع الجماهير، والله ينوجد ينزل قدام الفريق السيسي ويبقى تجربة رائعة، واللي ينجح منهم بها ونعمت، ما دام الاثنين يصلحان او اثنين او ثلاثة ما اعرفش، وما دام انتخابات حرة لم يتدخل فيها احد، والمواقع العمل الوطني كتيرة قوي. انما احنا يا كله يا بلاش، خلل خطير كارثي. انما اشوف ان الناس هتميل الى الاعتدال، وانه فتره القلق مش هتطول اكتر من كده كتير.
اللي بيقول الإخوان سواء الاستفتاء على الدستور مهما يقولوا هنفسد أو هنقاطع، لكن في اللحظات الأخيرة هنلاقيهم واقفين قدام اللجان، يا إما بأشخاصهم يا إما يعني هيكون في جمهور ليهم هيوجههم للتصويت بالأعلى الدستور. عندنا الجرائم الانتخابية مذكورة ومنها هيبقى مذكور في قانون الانتخاب بالتفصيل، وبالتالي الدولة تتدخل وفقا للقانون. اللي يروح يحاول التأثير على الناخبين يمنع، يمنع على طول. انما اللي هيروح ويعمل دعايه انتخابيه يعمل دعايه انتخابيه. بس هو لو شارك يا دكتور ابو المجد يعني ده مش ما يتعارضش مع المبدا اللي هم بيتكلموا عنه وبيفكروا فيه ان ده انقلاب عسكري وكل خطوات خريطه الطريق او المستقبل مطعون عليها، فانا في الاخر انا مش للدرجه دي بشارك ليه؟ ما انا اعترافا بشرعيه النظام القائم. سمحتك حاجه، الثورات مش بتاعت يوم وليله، ما فيش قانون الهي قال الثوره تستمر 6 أشهر. اللي ممكن جدا لما الثوره تضعف قوي الثوار يقولوا لا ويقوموا تاني وتالت. فما اقدرش اقيس الثورات بمقياس الحياه العاديه. وليس سرا انا اعتقد انه دكتور مرسي عفى الله عنه كان عنده نيه انه يستدرك على التعديل الدستوري ويفتح الباب لتعديلات اخرى. ليه قلت عفى الله عنه؟ طبعا الدعوه يعني اكيد ليه؟ لان انا الكلام ده قاله لي هو. يعني قال لي ما معناه انه هنفتح الباب للكلام اللي انت بتقوله عليه حتى بعد ما يوضع الدستور. في بقى حسابات مش عندنا، توازنه هو مع الاخرين في داخل تنظيمه واضح انه غلب على امره، وكان الوقت اتاخر خلاص ما فيش حاجه حصلت. فيعني عشان كده انا قلت عفى الله عنه، لان الرجل عمل دي. والحقيقه على المستوى الانساني تصرف تصرف جيد. لازم احكي في سيده ظلمت ظلم الحسن والحسين وزوجها بها في السجن، ويؤسفني ان اللي كان بيناويها ويكيد لها ضابط شرطه سابق. المهم انتهى بها الامر في السجن، وفي السجن جالها سرطان، وكان قيل لنا انه كان المفروض تعمل علاج كيماوي مدته 2.5 ساعة او حاجه زي كده، فكانت كل اللي بتعمله ساعه ساعه وربع. فانا حسيت بالاسم اني عايز امنع دي مش قادر، فجيت لدكتور مرسي قلت له والله في الوضع كذا وكذا ودي ظلمت، نسيبها تظلم نروح من ربنا فين؟ كان هو سافر ما اعرفش راح فين، ما عنتش نعرف. يوم ما وصل جاني جواب من رئيس الديوان في ذلك الوقت رفاعة الطهطاوي، وهو فيما اعلمه عنه رجل فاضل واعرفه من قبل الثوره ب10 سنين، وكان مكافح ومناضل وصوته عالي برضه، وسليل رفاعة الطهطاوي الكبير. يوم ما رجع جاني جواب من رفاعة الطهطاوي انه رئيس مرسي امر ان الست دي كان وصل امبارح تعالج مبدئيا في حدود 50,000 جنيه، وبعد كده ننظر في امور اخرى اذا احتاجت اكتر من كده. كان المرض تاخر بيها وتوفيت الى رحمه الله، ولا زلت احمل في قلبي شعور بالتقصير. انا ما عجزت مش كل يعني ما اقدر ما يقدر، فبس بضرب امثله. اللي بيشتغل في اطار صعب جدا، والتعامل مع المصريين صعب جدا، لو ارضيته 90% يمسك في 10%. دكتور ابو المجد اول لما جه قبل ما نطلع على الهواء قال انا عايز يكون في علاج بالصدمه الكهربائيه. ايوه ايوه لكل الاطراف طبعا. الصدمه الكهربائيه ان يعرف كل احد ان اوهام الانتصار في المعركه يجب يتخلى عنها، يجب يسعى لها، يسعى للانتصار اديره حوارا. الخط الاحمر فيه خطين احمرين لا ثالث لهما، والا ابقى انا بسخر القوانين والشرائع لاهواء النفوس الشيطانيه. الخط الاحمر من قتل يحاسب على جريمه القتل. تمام. من خان البلد واتفق ابرم اتفاقات مع العدو فيها تنكيله بمصر واضرار بها يحاسب بالقانون، ولا يوجد من يملك شجاعه الاعتراض على هذين الامرين. كويس. تسترد به الدوله احترامها ويسترد به المواطن امنه. سياده القانون دي مش فانتازيه، دي مش شعار، دي مش اغنيه لعبد الحليم حافظ، دي واقع. طيب. اما ان يكون جدا فانا امشي في الشارع اخد انفاس مستريحه، او ما يكونش جد همشي مترصصا خائفا. طيب ماشي، دي نقطه. نعم. اللي تورط ويحاسب القانون هي 9 أعشار القضيه. لانه اذا استقر الامن هقول رايي والتاني هيقول رايه وهيحدث حوار. اللي بيحصل احيانا ده مش حوار، ده خناقات حواري، كل واحد بيدور للتاني على جريمه وقعوا بيها. الأمة
تستفدش بهذا. ولذلك هناك خطر حقيقي، يجب أن يكون عندنا الشجاعة واللياقة. طيب لو طلب من حضرتك النهاردة بكرة تعمل مبادرة جديدة، طبعا تبقى بنودها إيه أو شكلها إيه؟ بنودها إيه التصور؟ تعالى ونسجل الأخطاء التي وقعت وكل يأخذ جزاؤه في إطار هذين الأمرين. وهتروح للإخوان تاني تتكلم معاهم؟ طبعا. أنا ده يا أخي أنا مش بتكلم عن 50 نفر، ده كل بيت في حتة منه إخوان. أتجاهلها زي إلا إذا كنت عبيطا مزمنا في العبط. نقرأ القراءة جيدة. نحن نريد أن ندفع عن مصر كلها شر. أنت عارفة تحفظات الإخوان سابقة في التاريخ عشرات السنين ومدونة عندي. أنا أحكي لك قصة بسيطة جدا. في ذلك الوقت ما كانش حد بيدرس حاجة. الكاريزما كانت بتغطي كل حاجة. خرجت مع مجموعة من الإخوان اللي منشقين جزئيا. وتمثل انشقاقهم في حاجة محددة للغاية. أنشأوا حاجة اسمها لجنة الشباب المسلم. وارتبطوا بي وارتبطت بيهم. ورحنا فتحنا على بعد ما لا يزيد عن 100 متر من المركز عام 1950 دكانة لبيع الكتب اللي مش متداولة عند الإخوان. وسميناها مكتبة لجنة الشباب المسلم. وأنا على ضعفي في جميع الأعمال اليدوية دقيت اليافطة، شاركت في دقة اليافطة. وبدأ بعض الناس يقرأوا وينتقدوا. وأول رسائل نشرناها كانت رسائل صغيرة كده لأبو الأعلى المودودي الباكستاني ورئيس الجماعة الإسلامية هناك. لكن لاحظنا إنه رأيه في الانتخابات مش مظبوط. بيقول إن الانتخابات دي بتجيب نتائج كده فمش ضروري. فروحنا مسجلين إن إحنا بنعترض على رأي المودودي. فكان في استقلال في الرأي. وكان دي تبشر. لكن ساعات بقى بلدنا ينتحل الناس لأنفسهم ما لم يقع. طيب حضرتك قلت لي انا من بكره مستعد اعمل مبادره جديده. طبعا طبعا. تختلف عن المبادره اللي سبق واترفضت ولا تبقى بنفسها ولا لا لازم تبقى معدله شويه. ليه؟ ليه بقى؟ لانه صدرت منهم من الجانب المتمنع ايوه اصوات قابله بس متكتفه. عايزين نفك التكتيفه بتاعتها. ايوه تفكها ازاي؟ بالاعلان عن الموقف الحقيقي لاغلبيه الشباب في هذا التنظيم. الحرب خدعه أو خدعة تجمعي فيها مواطن القوة عندك. إنما نقعد كده مهزوزين. أخطر شيء أن تظهر الحكومة ضعيفة، وأخطر منه أن تكون الحكومة مستبدة. لكن إذا أفسحت لحوار حر. وحضرتك شايفة إيه؟ مترددة. 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 تردد يخيفني أنا شخصيا. في ملف التعامل مع الجماعة ولا بشكل عام؟ بشكل عام وفي هذا الملف بالذات. لأنه هم عاشوا في الوقت. طب مطلوب من الحكومة تعمل إيه؟ يعني أول ما بدأت في تصريحات من بعض أعضاء الحكومة كده مصالحة أو بتاع الدنيا قامت عليهم يعني. لا الحكومة بصوت عالي مسألة مش مجاملة لحد. مسألة نحن نريد الاستقرار لهذا البلد ونريد للعقلاء في جماعة فيها أخلاق. أيوة نعمل إيه الحكومة يا دكتور؟ لا الحكومة تقبض على اللي يخل بالأمن وما فيش هزار. ما أقدر أدي الناس 11 سنة وشهر وبعدين أسيبهم تاني يوم. الله إيه الرسالة اللي في هذا؟ ما هو بيتساب اللي ما سابتش عليه حاجه. انا ارجو هذا. يبقى الرسائل لازم تكون واضحه. الرسائل في الفتره دي غامضه وانا لازم اقول هذا الكلام. لازم الرسائل يجب ان تكون اوضح والايقاع يجب ان يكون اسرع والمواقف لما فيها تفاؤل وامل وانجازات يشار اليها. طب ما قلتليش يا دكتور ابو المجد بقى مين من الاخوان بيكلمك دلوقتي في التليفون؟ ولا حد. ولا حد. لكن انا متابع. ولا حاولت انت تتصل بحد؟ ليه؟ طب امال هتقدم المبادره تاني ازاي وهم اصلا لا يعني في وسائل اخرى. ايه الوسائل الاخرى دي؟ معلش خليها. لا لا انا عايزه الاخرى لا خليها عندي يعني عشان ما اقول لك ليه. اقول لك الوسائل اللي مش اخرى. طيب يتصل بيا صحفي ما يعرفش المدنة من كوز الذره كما نقول. بيدور على حاجه حلوه يقوم ينسب اليها كلام ما قلتوش يقوم يلتقطه على طول. ده ابو المجد بيقول كذا احنا نرفضه. طيب لانه نشر ما يؤدي الى الرفض. لو هتعمل المبادره دي بكره هتتصل بمين من الاخوان؟ هتكلم مين؟ تعرض عليه؟ احتفظ بهذا. مجتمعنا عنده جنون رسمي يؤرخ له دوليا في تاريخ الجنس البشري لم يحدث من ايام سيدنا ادم. انه في لحظه ينسى كل مسؤوليه ويفسد الطبخه بالكامل وهو يضحك في ملاه. عايزين يكرر التجربه عشان كل ست اشهر نعمل تجربه. انا تعلمت من هذه التجربه. لا مفيش كلام. طيب ممكن يكون في فعل ونتيجه.
ننتظر النتيجة. شكرا. وأنا بقول لك إن الإيقاع بيزداد وإن الفرصة بتزيد وإن العقلاء هيغلبوا أنصاف العقلاء. الدكتور أبو المجد قال توقعه خلال الأربع الأسابيع اللي جايين بدايات. هيكون في تراجع، هيكون في انشقاق، هيكون في هدوء نوعا ما وتنازلات أيضا من جماعة الإخوان. والمستفيد من هذا الإسلام أولا، ثم المسلمون ثانيا، ثم المسلمون في مصر ثالثا. فهل نجازف؟ لا، ده عايز حساب خبراء عالميين عندهم ملكة نقدية ودماغه أنشف من أي حيطة هنا، وأنا عندي دماغ أنشف من أي حيطة هنا. ربنا معاك، لكن نزينها بالرفق. أنا بشكرك شكرا جزيلا يعني. دايما مشرفنا ومنورنا دكتور أحمد كمال أبو المجد على وجود حضرتك معنا النهاردة في الحياة اليوم. شكرا جزيلا. شكرا. مستمرين مع حضراتكم بعد الفاصل.